مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه نشوف تيفي. اعلنت وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه اليوم الاربعاء عن تسجيل 3141 حاله جديده مؤكده فيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 1,092,797 حاله في المغرب. وافادت المعطيات الرسميه بانه خلال 24 ساعه الماضيه تسجلت 1,591 حالة شفاء إضافية، ليصل عدد حالات التعافي إلى 1,163,172 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16,092 حالة وفاة. وتأكد وزارة الصحة على المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط أيضا في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.